السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطب البديل والتداوي بالأعشاب. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد وصفة تحت طلب أحد المتتبعات ديال الإسهال. بالنسبة لأسباب الإسهال هي عديدة وعديدة بزاف، كوجود مشاكل في الجهاز الهضمي، مثلا كتناولوا أغذية اللي هي كتكون ما مغسولاش، فداك المواد اللي كيكونوا كيعقموا بها أو كيكونوا كيحافظوا بها على الفواكه، فكتسبب لنا مشاكل في الجهاز الهضمي. كذلك داكشي علاش ضروري نغسلوا الفواكه، نغسلوا الديسير، نغسلوا أي حاجة قبل ما نتناولوها. كذلك هناك سبب رئيسي ديال مثلا حساسية من بعض أنواع الطعام، هي كتسبب لنا كذلك الإسهال. وللأسف الإسهال كيترافق معاه فقدان الماء، فقدان العديد من الماء، داكشي علاش خصنا نعوضوا السوائل في حالة الإسهال. لكن نعطيكم بعدا وصفة كتوقف لكم هذا المشكل ديال الإسهال بسرعة إن شاء الله. غنستعملو ناخذو في هذه الوصفه ملعقه ديال العسل الحر، وناخذو ملعقه ديال القرفه، ملعقه ديال السكنجبير، وملعقه ديال الكمون. هاد ثلاثه ديال العناصر غنخلطوهم في ملعقه ديال العسل. العسل خصو يكون حر. بهذه الطريقه. بالنسبه ليك عنده الاسهال يبقى يشرب الماء بزاف، لانه باش يعوض لنا داك السوائل اللي فقدها الجسم، باش ما يكونش عندنا مشاكل من بعد بسبب داك الماء اللي تفقد. فنشربوا الماء على قدر المستطاع. وعندي لكم وصفه غتعوضكم ان شاء الله على السوائل اللي تفقدات. المهم نعالجوا الاسهال في الاول، غنخدموها بهذه الطريقه. حتى كتولي لنا على شكل عجين، من بعد تنديروها حبيبات صغيره بهذا الشكل. غنديروها كلها على شكل هذه الحبيبات. غنبقاو ناخذوا حبه في الصباح على الريق، وحبه مور الاكل، ثلاثه ديال المرات في اليوم. ناخذوها ثلاثه المرات، ومره قبل النوم ناخذوها حبه على الريق، حبه قبل النوم، حبه بعد الغداء. هذه راه توقف لنا الاسهال، وان شاء الله توقف لنا المشكل ديال الاسهال، ما يبقاش عندنا ابدا داك المشكل. كناخذوها على شكل حبه الدواء، كنديروها بحال هكا، كناخذوها في البلعوم ونشربوا موراها كاس ديال الماء، فغادي تعفينا ان شاء الله، غادي تعالجنا من الاسهال. كيف قلت لكم قبل، بالنسبه لي كيكون عنده الاسهال فراه كيكون فقد بزاف ديال السوائل، لان داك المشكل ديال البكتيريا كتكون فقداتو بزاف ديال السوائل، عاد العرق اللي كيكون مشى معاه العديد من السوائل. فضروري ما غنعطيكم ان شاء الله وصفه اللي غتعوض لينا السوائل بالاضافه الى الماء، ضروري نشربوا الماء. الوصفه هي كناخذوا جزره كتكون محكوكه. كيفاش نديرو نعصروها؟ كاين اللي عنده، كاين الناس اللي عندهم ماكينه ديال كتعصر الفواكه، بالنسبه لي انا غير بشرتها بهذا الشكل وغتعصرها بعد باش نحطو على الماء ديالها. غنستمروا بهذه الطريقه حتى كنحصلوا على العصير ديال الجزر. هذا الجزر مفيد بزاف في حاله الاسهال. كذلك الزنجبيل كان طازج، حتى هو كنحكوه ندولو بهذه الطريقه ونشربوه، فهو زوين الاسهال. كاين العديد من الوصفات كتصلح الاسهال ان شاء الله اللي بغيتو نقدمها لكم، ولكن هذه راه سريعه المفعول. اكيد كنكونوا غاسلين يدينا مزيان، تغسلوا يدينا قبل ما نديروا الطريقه. كيف قلت لكم قبل راه كاينه ماكينه، اللي عنده الماكينه كتعصر، كترد لنا الفواكه واي حاجه بغيناها كتعصرها ترد لنا على شكل سائل. فكناخذو بهذه الطريقه، كنحصلو على الماء. ممكن نزيدو نعصرو هذه الطريقه، هذا الجزر هذا كنحصلو على الماء
ديال الجزر ونبقاو نستعملوه. هذا ماشي مشكل، نستعملوه الكميه يعني قد ما توفرت لنا الكميه نستعملوه، مثلا جوج مرات في النهار مره واحده قد ما قدرنا نستعملوه، راه زوين بزاف للبشره وفي واحد الفوائد غنيه وغنيه. ان شاء الله من بعد نقدم لكم وصفات من جزر اللي كتساعدنا في احياء الحيوان المنوي بالنسبه للناس اللي بغاو يولدوا، فهما فعلا هذا الجزر مفيد بزاف، غير استعملوه بكميات وفيره. ممكن تاكلوه بهذه الطريقه، ولكن من الاحسن ملي كيكون الانسان نعصروا الماء ديالو باش يسهل علينا الهضم ديالو. كنتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو اخر باحسن حال مع قناه الطب البديل والتداوي بالاعشاب، وشكرا على المتابعه وعلى التعليقات، وكنتمنى نلقاكم في فيديو اخر.